غدوه كي تستقبل سيابي منافس يعني يلعب من غير قيود من غير بريسيون دونك الضغط عليك انت وعلى الترجي احنا ديما علينا ضغط يعني اي مباراه مش مباراه هذه برك مباريات كلها يعني علينا ضغوطات لانه نلاحقوا ما نحبوا يعني ما نحبوش نبعدوا معناها الكوكب نتاع الطليعه والفارق معناها ما يبعدش في ظل معناها مازالوا 8 مباريات ولو كافيه باش الواحد يرجع فيها يعني معناها الكونتور معناها المسار نتاعو الصحيح ينجم يكون لكن ديما نشتغل معناها موسم كامل تحت الضغوطات في يعني في التوقيت الوجيز بين الماتش اللي تعدى والماتش هذايا في سبيتش نتاعك شنو ركزت على المورال على التكتيك بدلت حاجات شنو ركزنا خاصة على معناها ناخذوا يعني العبرة معناها من المباريات نكونوا معناها أكثر جاهزية على مستوى معناها الأجريسيفيتي على مستوى الحضور معناها البدني في التعامل مع الفرق اللي نلعبوا ونشوفوا هنالك يعني اندفاع ومن الفرق الكل اللي نلعبوا لهم دونك على المستوى هذا الاندفاع البدني على مستوى اللياقي لازمنا نكونوا جاهزين بطبيعة الحال هذا يطلب في نفس الوقت حضور ذهني من الناحية التكتيكية نظرا لتداول معناها المباريات ورا بعض معناها ثلاثة أربع أيام مهما فماش يعني شغل كبير ما عدا بعض النصائح أو الفيزيوناج والثوابت اللي يعرفوها اللاعبين بطبيعة الحال كرة قدم عالم يعني مليء معناها بالتقلبات ويعرفوا اللي تصير دي كونتر بيرفورمانس أهم شيء يكون الواحد يربوندي ويرجع معناها للنتائج نتاعو في أسرع وقت ممكن من المباراة هذه حتى نشوفوا بعدين النتائج والجولات القادمة اللي جاية شنو باش يكون يعني المصير نتاعها أهم شيء احنا ما نفرطش يعني في نرفع روسنا ونخدم تكون عندنا شخصية قوية ونكمل باش نشتغل معناها في أفضل حالاتنا ونعمل يعني سلسلة نتاع نتائج كما كانت قبل 9 و8 معناها جولات متتالية نكمل بآخر سؤال نحكي على الإفكتيف نتاعك الروج أبسون دونك اللي باش يعوضوا عندك شوية بين بولبو ورجيبي وفي الأخير اخترت ينجم يكون رجيبي كاختيار أول والتالي باش يتمسوا الأربعة ولا باش تبدل نفزي راه ينجم يرجع ليه لا لا فماش تغييرات ما عندناش يعني تغييرات من تالي ما عدا معناها اذا كان فماش عقوبات ولا حاجه اكدت على الخنيسي يرجع عمل كامباك كونفوكي لكن مازال ما موجود في المجموعه ونفر لو بوين معناها اليوم عندنا حصه تدريبيه ينجم يقول ما باش يكون ان شاء الله يكون موجود في المجموعه اذا موجود في المجموعه معناها ينجم يشارك شنو هيثم يبدا الماتش ونفر لو بوين اليوم معناها في بعد لونترينمون لا اذا اللي حتى سي بي تلعب على ذولي عندهم طموحات عندهم كلاسمون يلعبوا عليه زياده اذا اللي احنا ديما نلعبوا على الشامبيون احنا باش نكونوا موتيفي اكثر منهم صحيح هما باش يكونوا ما عندهمش قيود اما احنا زاد حاجتنا بالماتش اكثر منهم وان شاء الله نكونوا حاضرين و بليز امبورتون هي الفيكتوار جميعهم يرجع لكن اليوم كبير فات معناتها شغال بس شنو مستوى لانه لما رجع شاف روحه معناها ماهوش ما ينجمش ما 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 نجمش يجعل النسق المعتاد نتاعو معناها كافضل ما يكون يعني بالطبيعه هو هنالك يعني شيء يقوم به الاطار الطبي وياخذ لي ديسيزيون نتاعو وبعدين هناك انا حكت الميدان واش نجمو يعني نشوفوا المعطيات ينجم يكون حاضر لا 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 خرجوا طيب اورانج